اللعيبه كلها رجاله يعني، مش فارقه معاهم مؤمن وشيكو، اللعيبه كلها كده. لا لا مش كده، مش كده، لا لا مش كده. تاني حاجه الموضوع بتاع تشيكو، احنا مش رايحين عشان تشيكو، اللعيبه كلها كانت راحه عشان فيك بس مش اكتر. فاكر ان الموضوع اللي احنا قلنا له ان احنا عملنا اللي علينا وجينا، عايز تمشي قدام اللعيبه كلها قال له امشي، بس احنا عملنا اللي علينا وكنا عايزين. بس انا بقول لحضرتك قدام اللعيبه كلها، اللعيبه مركزه في الدوري وعايزين يكونوا ماشيين زي ما هم اول، وان شاء الله نفضل ماشيين اول. عليكم حازم تاكلوا النجيله وما تبصش للفريق الثاني، ما تبصش عشان خلاص بقيت الاول. لو كسبت متوشتي كلها بامر الله خلاص، ما انا اللي راكب. يعني عايز اقول لك مالكش دعوه بالاهلي، مالكش دعوه بانبي، لانك انت خلاص انت دلوقتي اعلى. حتى الاهلي لو لعب بالمباريات اللي فاضله له وكسب خلاص انت برضو الاول، تمام؟ ما تبصش يمين وشمال، خليك ماشي في طريقك انت، تكسب باذن الله كل مبارياتك، ربنا يوفقك وكسبت كل مبارياتك. وطبعا الاهلي عنده ماتش صعب، هو ما لعبش الصعب لسه، احنا لعبنا الصعب خلاص خلاص. وبعدين ان شاء الله مش هنتكلم في ماتش الاهلي الا بعد ما نتكلم باذن الله، نخلص باذن الله ماتش المقاولين وماتش ونعمل العمره. وعمره المقبوله باذن الله، وربنا يكرمكم كده. وربنا رايد، ربنا رايد تاني اهو. لو ربنا مش رايد ما كانش المصري كسب انبي في اخر دقيقه عشان ترجع تركب الدوري. يعني عارف لو كانت عادله كان هو ارضه الاول، لكن دي اراده ربنا وحق الزمالك انه يتغلب علشان انت تركبه بونت وانطلق بقى امشي. اعتقد الانبي عنده المقصه الماتش الجاي على ما يوم. انا اعتقد يعني انتوا بقى خليكوا في طريقكم. ورضا التزم تاني، التزم، انت جاي عشان تلعب مش عشان تريح. انت كنت احسن باك يمين موجود في الفرقه، احنا جايبينك عشان كده، احنا دفعنا لك اللي هو رجل عشان نجيبك. انت مش كنت رحت طلايع واشترينا عقدك خلاص؟ ايه؟ نصب عليه التزم. فانا بقول لك كل لاعب بالجهد بتاعه في الملعب خلاص، الناس دي لا بتحبه ولا بتكره، الناس دي بقول لكم تاني ولا بيحب ولا بيكره، وكل الناس هتلعب. وده مش تدخل مني، لا انا مش جايب لعيبه شاريها بملايين عشان تقعد، وانا محتاج كل لاعب. واللي بيلعب الماتش ده والماتش اللي بعده لو رايح ماتش عشان ما يحصلوش اي اصابه. وده ده فكره يا جماعه، اي حد عايز يكمل المشوار للاخر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله جيتوا عشان ننزل لكم باذن الله، وتثبتوا لكل الدنيا ان الحرب القذره اللي معموله على فريق نادي الزمالك وعلى نادي الزمالك ولا هزه شعره من راسكم ولا هزه شعره من راسنا. ربنا يوفقكم ان شاء الله. فتحه رجاله، فتحه مع بعض.